فترة ذهبية تعيشها البورصة المصرية واستمرار للصعود المتكرر والمتوالي للبورصة المصرية رغم التوترات في منطقة الشرق الأوسط واستمرار الغموض والترقب والحذر في بورصات الخليج وعدم الضبابية وعدم الوضوح يكسي ويحيط بالمستثمرين في المنطقة العربية بالطبع بسبب التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. مشاهدينا أهلا بكم وحلقة جديدة من مؤشر النيل، ونستعرض من خلالها أداء البورصة المصرية وأسواق المال العالمية وتطورات الاقتصاد المحلي والعالمي. مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة ربح نحو 17 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2 تريليون و159 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 10.6 مليار جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.4 مليار جنيه. مؤشر البورصة الرئيس جي اكس 30 ارتفع بما يعادل 1.6%، وصل عند التسوية إلى 30273 نقطة. قفز أيضا مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة إي جي إكس 7 بما يعادل 0.23%، ووصل إلى مستوى 7345 نقطة. الارتفاعات شملت مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا، وأضاف ما يعادل 0.49% ليصل إلى مستوى 10450 نقطة. نتحول لبورصات الخليج وإغلاق أسواق الأسهم على التباين اليوم الاثنين قبل صدور نتائج أعمال الشركات في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك وسط حالة تأهب قصوى في المنطقة ترقبا لرد إسرائيل على هجوم صاروخي شنته إيران في الأول من أكتوبر الجاري، وذلك ردا بالطبع على العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان. انخفض المؤشر السعودي 0.9% مع هبوط سهم أكوا بارك 7.4%. هبط المؤشر القطري 0.2% متأثرا بانخفاض سهم صناعات قطر للبتروكيم 0.6%، بينما ارتفع مؤشر دبي 0.3% مع صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.3%. أما مؤشر أبو ظبي فاختتم جلسة التداول على ارتفاع بما يعادل 0.5%. من بورصات الخليج نتحول لبورصة وول ستريت، حيث استهل مؤشر الأسهم الأمريكيان ستاندرد أند بورز 500 وناستاك استهل التعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع مع ترقب المستثمرين لأسبوع حافل بنتائج الشركات والبيانات الاقتصادية. تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بما يعادل 0.15% عند الانفتاح، ووصل إلى 42800 نقطة، بينما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بما يعادل 0.25%، وعند الإغلاق وصل إلى 5829 نقطة. ارتفع مؤشر ناستاك المجمع أيضا بما يعادل 0.46%، وعند التسوية وصل إلى 18426 نقطة. في أوروبا استهلت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين بعد إخفاق خطط تحفيز صينية في بث الثقة بين المستثمرين الذين ركزوا على موسم نتائج الشركات واجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق هذا الأسبوع. ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بما يعادل 0.1%، إذ عوضت مكاسب قطاعي المرافق والخدمات المالية تراجعات في أسهم قطاع السفر والترفيه وكذلك ذلك شركات السلع الفاخرة. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2% اليوم الاثنين لتمحو كل مكاسب الأسبوع الماضي مع فشل خطط التحفيز الصينية في زيادة ثقة المتعاملين وانخفاض واردات البلاد من النفط للشهر الخامس، ما أثار المخاوف بشأن الطلب على الوقود. انخفضت العقود الأجلة لخام مزيج برنت بما يعادل 2.3%، وعند التسوية وصلت إلى 77.20 دولار للبرميل. تراجعت العقود الأجلة للخام الأمريكي ب 2.4%، وعند التسوية وصلت إلى 73.79 دولار للبرميل.
في أسواق المعادن النفيسة استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين قرب أعلى مستوياتها في أسبوع، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب خطط تحفيز مالي مخيبة للآمال في الصين. انخفض الذهب 0.1% ووصل إلى 2652.31 دولار للأوقية. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فقد انخفضت الفضة 1.3% ووصلت إلى 31.13 دولار للأوقية. هبط البلاتين بما يعادل 0.7% ووصل إلى 978.20 دولار للأوقية. لمزيد من المتابعة حول أداء البورصة المصرية والبورصات العربية والعالمية معنا على الاتصال التليفوني أستاذ محمد فريج، خبير أسواق المال. أستاذ محمد، بداية أهلا بك معنا. ألو، أستاذ محمد. ألو. أيوة، أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا. بنرحب حضرتك معنا بداية، وإحنا بنبدأ بنتكلم عن مؤشرات البورصة المصرية وارتفاعها لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين بدعم من عمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية. تقييمك لأداء البورصة المصرية اليوم على الرغم من التوترات بالطبع في المنطقة العربية واللي مؤثرة بشكل كبير جدا على البورصات الخليجية، وأيضا ترقب لانتظار بيانات من البنك الأوروبي بشأن الفائدة هذا الأسبوع، ده بالنسبة للبورصات الخليجية، لكن ارتفاعنا البورصة المصرية في البداية. طيب عموما احنا الاتجاه العام بتاعنا لسه بالنسبة للبورصة المصرية اتجاه عام صاعد. الفترة اللي فاتت دي شهرت فترات اتجاه عرضي، وكسرنا وكان عندنا منطقة دعم قوية هي منطقة 29800 نقطة، بسبب طبعا التوترات الجيوسياسية اللي موجودة في المنطقة الفترة اللي فاتت دي كلها وتصاعدها في الفترة بوتيرة كبيرة الفترة اللي فاتت دي كلها، أدت في الآخر ان السوق يبتدي ينزل من عند المستويات المقاومة من منطقة 32200 نقطة، حتى اقتربنا من منطقة 29600 نقطة في جلسة اليوم في بداية الجلسة، لكن سرعان ما ظهرت القوة الشرائية خاصة بعد ظهور القوة الشرائية من المؤسسات خاصة المؤسسات الأجنبية، قدر السوق يتماسك في النص الثاني من الجلسة ويصعد فوق منطقة 30000 نقطة تاني، ودي كانت من الإشارات الإيجابية بالنسبة لنا على الشورت تيرم أو على المدى قصير الأجل بالنسبة لنا في الفترة الحالية. لكن حتى الآن عموما احنا الاتجاه العام بتاعنا لم يتأثر بس، بالعكس طول ما احنا فوق منطقه ال 29000 نقطه كانت دي بالنسبه لنا حاجه ايجابيه، اي حركات تصحيحيه للاسفل دي بالنسبه لنا بتبقى فرص شرائيه او فرص للاستثمار حتى قصيره الاجل على الاقل في الفتره الحاليه لحد ما تبتدي تحصل محفزات كبيره بالنسبه للسوق تساعد على اختراق مناطق المقاومه الاساسيه منطقه ال 32200 اللي في مقدمتها الهدوء، هدوء الاحداث الجيوسياسيه اللي موجوده، ويعني تخفيض مرتقب لأسعار الفايدة سواء المحلية أو المستوى العالمي. أستاذ محمد، البعض يرى أن البورصة ربما ستتجه لاتجاه عرضي خلال الفترة المقبلة، ده أول يعني اعتقاد من الخبراء الاقتصاديين. الاعتقاد الثاني هو يعني برأيك هذا وقت ذهبي للبورصة المصرية ويجب أن نستغله في الترويج للاقتصاد المصري بشكل عام، ليس فقط للبورصة المصرية ولكن للاقتصاد المصري بشكل خاص، وخاصة طبعا الاستقرار في الدولة المصرية وما يتمتع بها الاقتصاد المصري في هذا التوقيت من فرص واعدة وأيضا البورصة المصرية، كيف ترى ذلك؟ طيب خلينا بس نتكلم في النقطة الأولى. احنا طبعا الفترة دي احنا في فترة اتجاه عرضي زي ما قلنا، منطقة 32200 نقطة هي منطقة الحد الأعلى للاتجاه العرضي بتاعنا أو بنسميها منطقة المقاومة الأساسية بتاعتنا في الفترة الحالية بالنسبة لـ جي اكس 30، ومنطقة الدعم الأساسية ما بين منطقة 29600 نقطة إلى 29000 نقطة، دي منطقة الحد الأدنى لاتجاه العرضي بالنسبة للفترة الحالية. طبعا طبقا أو نظرا للأحداث زي ما قلنا المتضاربة في الفترة الحالية من خلال الأحداث السيئة بسبب الأحداث الجيوسياسية اللي احنا بالمنطقة كلها بتشهدها، وفي نفس الوقت الأحداث الإيجابية سواء الأثر الإيجابي للاقتصاد المصري أو للأحداث الفترة الفاتت دي كلها وأثرها المتوقع على الاقتصاد المصري، اللي بدأت تظهر بيانات من مؤسسات كبيرة بتقول إن الاقتصاد المصري في تحسن مستمر،
كمان بجانب ان معظم الشركات بدات المرتقب الميزانيات بتاعتها تبتدي تنزل للربع الثالث الفتره الحاليه. فمعظم الشركات خاصه الشركات الكبيره زي مثلا البنك التجاري الدولي متوقع يبقى في ارباح كبيره بالنسبه لي للبنك نفسه. فبالتالي ده كل دي احداث ايجابيه او اخبار ايجابيه بالنسبه للسوق، لكن مع وجود الاحداث الجيوسياسيه السلبيه ده بيخلي الفتره الموجوده دلوقتي مفيش سيطره من لا القوه الشرائيه ولا القوه البيعيه على السوق. فبالتالي يبتدي السوق يتحرك في اتجاه عرضي، وده طبيعي كل سنه في فتره شهر اكتوبر وشهر سبتمبر بيبتدي السوق يتحرك دايما في اتجاه عرضي لحد ما يبتدي ان شاء الله تدخل القوه الشرائيه مع ظهور البيانات للشركات تبتدي تتحرك، او الميزانيات الربع الثالث بالنسبه للشركات اللي معظمها ان شاء الله هتبقى ايجابيه. فبالتالي ساعتها يبقى في حركه ايجابيه او في قوه شرائيه تبتدي تدخل السوق الفتره القادمه ان شاء الله تخترق بقى منطقه 32200 نقطه. ده بالنسبه للجزء الاول بتاع السوق. بالنسبه للاحداث او الفترات القادمه اللي احنا متوقعينها، احنا بالنسبه لنا طالما الاتجاه العام بتاعنا هو لسه اتجاه صاعد ده بيدينا دلاله ان احنا بنفترض ان السوق هيبتدي يستمر في الاتجاه الصاعد الى ان يثبت العكس. المنطقه اللي فيها مشكله بالنسبه لنا لو حصلت هي لا قدر الله كسر منطقه ال 29000 نقطه الاسفل، هي دي اللي هتبتدي تدينا الصوره السلبيه وان شاء الله ما نوصلش لها. ده ان شاء الله حتى الان مش متوقع، وده خلينا اكثر تفاؤلا مع الاستمرار المستمر والارتفاع للبورصه المصريه بشكل متوالي. خلينا بشكل سريع جدا يعني نظره بسيطه سريعه من حضرتك على البورصات الخليجيه اللي اغلقت اليوم على تباين الاثنين قبل صدور نتائج اعمال الشركات في الربع الثالث من العام الجاري، وده طبعا في خلال حاله الترقب القصوى في المنطقه ترقبا لرد اسرائيلي على هجوم صاروخي شنته ايران. تقييمك ايضا للبورصات الخليجيه اليوم وايضا البورصات الامريكيه وخاصه مؤشرات ستاندرد اند بورز وناستاك. طيب خلينا نتكلم عن البورصات الخليجيه. طبعا هي بالنسبه لنا نفس الاحداث اللي بتاثر علينا سواء الاحداث الجيوسياسيه فبتاثر عليهم برضو، هم برضو نفس بالذات لو نتكلم مثلا عن السوق السعودي بيشغال الفتره الحاليه في اتجاه عرضي برضو زيه زي السوق المصري ما بين منطقه ال 12200 و 12300 نقطه كمنطقه مقاومه برضو، ومنطقه ال 11900 دي منطقه الدعم الرئيسيه بالنسبه لنا. لكن هو برضو عشان ارتباطهم او الوثيق اكتر بحركه البترول او النفط فبالتالي برضو بيبتدي يتاثر. مثلا النهارده معظم البورصات بدات تتحرك بسرعه الى حد ما كويسه بسبب الهبوط بتاع البترول، خلت بورصه السعوديه تبتدي تنزل النهارده قرب ال 1%. لكن عموما حتى الان برضو الصوره العامه بالنسبه لنا بالنسبه لاسواق المال على مستوى العالم حتى الان ايجابيه، والاتجاه العام بتاعنا لسه اتجاه صاعد، معانا المستهدفات حتى 2026 و2028 كمان في بعض التحليلات. لكن ده على عكس الاتجاه الحالي الموجود في الاسهم الاوروبيه والاسهم الامريكيه خاصه السوق الامريكي اللي عنده قمم تاريخيه اللي برضو بينتظر المزيد من تخفيض الفايده الفتره القادمه بالنسبه للفدرال الامريكي اللي هيخلي السوق برضو يبقى فيه محفزات اكبر لمزيد من الصعود اللي برضو هيأثر بصوره ايجابيه كبيره جدا على اسواق المال على مستوى العالم خاصه المنطقه اللي احنا فيها خاصه بعد ان شاء الله هدوء الاحداث الجيوسياسيه لمصر. يا رب ان شاء الله نتمنى هدوء الاحداث يا رب والوصول لوقف اطلاق النار يعني تزامنا مع الجهود الدؤوبه لجمهوريه مصر العربيه وبقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول لوقف اطلاق النار في اذا كان في قطاع غزه او في لبنان. استاذ محمد فريج خبير اسواق المال شكرا جزيلا لك. واذا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم من مؤشر النيل، كل الشكر لكم ايضا مشاهدينا على طيب المتابعه، ابقوا دائما صحة وابقوا دائما معنا قناة النيل للأخبار دائما الأقرب إليك. تحياتي.